تتسلم مديرية أوقاف أسيوط الدفعة التاسعة من لحوم صكوك الأضاحي وقدرها 4 طن، ليصل إجمالي ما تسلمته مديرية أوقاف أسيوط حتى هذه اللحظة 36 طن من لحوم صكوك الأضاحي، وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة أسيوط بناء على توجيهات معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم شرفنا بحضور الرقعة الرابعة من لحوم الأضاحي لعام 2020، وبهذا يكون قد وصلنا بفضل الله تبارك وتعالى 16 طنا من هذه اللحوم، وذلك لتوزيعها على السادة المستحقين. بارك الله تبارك وتعالى في مسؤولات معالي الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف فيما يفعله، وسبق لذات الوزاره، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد وصل الى الاوقاف سراج اليوم الاربعاء 23/9 الدفعه التاسعه من حضور صكوك الاضاحي، وهذه الكمية نكون قد وصلنا إلى 36 طنا من لحوم الأضاحي. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم الأربعاء مواطن 23 سبتمبر 2020 تم استلام الدفعة التاسعة من لحوم صكوك الأضاحي الخاصة، وبهذا يكون هناك ما تم استلامه إلى الآن 9 دفع في 4 طن، 4 في 9 و36 طن.